افتتح رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي جلسة الأربعاء بالحديث عن أهمية دور جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد في تقديم مضامين مهمة لإجلاء الصورة الحقيقية أمام المجتمع الدولي لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم حرب. إن هذه الخطوة تدلل على أن الأردن كان وسيبقى على الدوام في خندق الأمة ثابت الموقف في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية وعن أهلنا المدنيين العزل في قطاع غزة بوجه آلة الحرب والوحشية والدمار الغاشمة. إننا في مجلس النواب نرحب بالجهود التي أفضت إلى التوصل لهدنة إنسانية في غزة، ونؤكد وقوفنا وأبناء شعبنا العظيم صفاً واحداً خلف الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين من أجل وقف هذا العدوان الغاشم على قطاع غزة بشكل كامل، مجددين العهد مع أرض الأنبياء والرسل أن نبقى أهل عزيمة وثبات خلف راية عميد آل البيت الأطهار الوصي الأمين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. الصفدي أشار إلى أن الأردن كان وسيبقى على الدوام في خندق الأمة ثابت الموقف في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية وعن أهلنا المدنيين العزل في قطاع غزة. هذا هو الأردن كعادته، بقيادته الحكيمة ونوابه وأعيانه وحكومته وشعبه العظيم وجيشه المضفر والأجهزة الأمنية وبكل أطيافه يبرهن دوماً أنه الأقرب لفلسطين وأننا أهل قضية وتاريخ ومصير مشترك، ولن نخذل الأشقاء وسنبقى في صفهم حتى ينالوا حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني، وعلى رأس ذلك حق إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. النواب تحدثوا عن أهمية الهدنة الإنسانية لتخفيف معاناة الأطفال والنساء والرجال من خلال إدخال المساعدات الإنسانية للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية وتأمين الاحتياجات الأساسية. فأصبح أهل غزة رمزاً ومفخرة لكل مسلم وعربي وغير عربي شريف، عاشوا الألم بكل معانيه، رفعوا أصابع الشهادة تحت الأنقاض، استشهدوا جياعاً خائفين مستبشرين بعطاء الله وكرمه بتعويضهم جنة عرضها السماوات والأرض. فأين دور المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والطفل والمرأة مما يحدث؟ هم يشاهدون الجرائم البشعة بحق الإنسانية في غزة الصمود والتحدي من قبل أحفاد القردة والخنازير. ومما لا شك فيه أن هذه الجرائم تصنف كجرائم حرب تقع خلافاً لأحكام القانون الدولي. وطالما أننا نتحدث عن القانون الدولي والشيء بالشيء يذكر، فما نراه من صمت المجتمع الدولي يجعله شريكاً في جرائم هذا العدوان النكرة، لا سيما المجتمع الغربي. فحتى الإعلام لديهم متآمر في هذه الحرب على غزة، فأصبح يلعب دور شاهد الزور لمصلحة قوى الشر في الكيان الصهيوني. أدعو الحكومة لاتخاذ المزيد من الخطوات السريعة لمساعدة إخواننا بغزة وسرعة القيام بإجراءات نقل المصابين لعلاجهم بالمستشفيات الأردنية، كما أنني أشكر شعبنا الأردني العظيم بجميع أطيافه ومواقفه المشرفة تجاه إخواننا في فلسطين الحبيبة، والذي ينسجم مع مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. في هذا المجلس وفي هذه القبة التي موقف رئيسها ونوابها واضح وموقف رئيس الوزراء واضح، كلهم امتداد من موقف جلالة الملك، كلنا من هذه القبة نرسل بكلمة واحدة: نحن الشعب الأردني ومن نمثل بقيادته ومجلسه ورئيسه ووزرائه، نحن نكره إسرائيل وجرائم الحرب التي يقوم بها هذا الكيان الغاشم على أهلنا الذي لا يتقبله العقل والذي ترفضه الإنسانية وكل القوانين الدولية التي ضرب بها عرض الحائط هذا الكيان. فبأي حق يقتل الأطفال والنساء والمدنيين الآمنين في منازلهم؟ وأيضاً من عاش منهم عاش حاملاً مآسي جسدية ونفسية، وهذا الكم أيضاً الهائل من الشهداء والدمار تحت غزة هو أمر مستنكر بشدة، وما قام به أيضاً من قصف المستشفيات والمدارس والمساجد ودور العبادة أيضاً من بداية هذه الحرب الغير شرعية والتي فرض فيها
العدو الصهيوني حصارا شاملا على قطاع غزة، منع فيه الماء والدواء والوقود وإيصال مواد الإغاثة والإمداد الطبية للقطاع، مخالف وبشدة، ولكن لا نرى لهذه المنظمات الإنسانية أي وجود. أتحدث عن يوم الطفل العالمي، انقطعت حلقات الدرس وتوقفت أجراس المدارس وباتت الصفوف الدراسية جريحة ومكسورة في يوم تصدر به شهادة الوفاة قبل شهادة الميلاد، ويدعي رعاة الديمقراطية في العالم المتحضر بأن هناك يوم ليوم الطفل، وهذا اليوم زاد عدد شهداء غزة من الأطفال عن 6000 ومثلهم أكثر من جرحى ومصابين، ويعيش البقية الباقية تحت قصف ونيران الاحتلال في خوف وذعر وتشرد. فأي يوم هذا وعن أي طفل تتحدثون أيها السادة؟ قبل قليل تم إعلامي باستشهاد 24 شخص من عائلتي الرياضي، أبناء عمومتي في منطقة دير البلح. أتمنى منكم قراءة الفاتحة على أرواحهم وأرواح كل شهداء غزة. وانتهت الجلسة الرقابية بفقدان النصاب بعد أن غادر رئيس الوزراء والوزراء الجلسة. راشد المعيطة، الحقيقة الدولية.